طبعا يعني كلنا عارفين انه ابنك هو حفيد كابتن ثابت البطل، وما ينفعش يكون معايا وير رياض وما اتكلمش عن كابتن ثابت البطل. بتسمع عنه ايه بقى يعني فيما طبعا بعد وفاته من زوجتك واهله يعني؟ لا، هو كابتن ثابت طبعا يعني كل مصر بتسمع عنه وكل مصر عارفه ثابت البطل القائد والاسطوره والراجل والمحترم والقيادي، يعني كل حاجه. كابتن ثابت كان نموذج للرياضي المحترم، نموذج للمحب للنادي الاهلي والعاشق للنادي الاهلي، نموذج لمدير الكوره اللي فعلا عنده حزم وعنده حب وعنده علاقه كويسه مع اللعيبه. فكابتن ثابت كان يعني حاله خاصه، او يعني عايز اقول حاله نادره، مش مفيش زيه كتير في الوسط، وما قابلناش زيه كتير في الوسط، يتعدوا على الصوابع اللي ممكن يكونوا بنفس الشخصيه وبنفس الكاريزما بتاعت كابتن ثابت البطل. يعني كون ان هو يعني ابني يبقى حفيد كابتن ثابت، ده يعني هو متحوط من ناحيتين، يعني من ناحيه باباه وائل وجده الكابتن ثابت، فدي حاجه ان شاء الله باذن الله يكون هو امتداد للاسره الكرويه دي، ويقدر ان هو يمشي على نفس النهج باذن الله، ويعني ربنا يكرمه كده ويعمل مزيد من البطولات وحاجه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله.